ارفع سير قررنا يعني بامر من السيد الوالي انجاز يعني تمرين محاكاه لخطر فيضان. ما يخفلكمش ان الولايه هذه معرضه لخطر الفيضان بطبيعه الحال، وكان عده مناطق او عده نقاط سوداء. لهذا قمنا بهذا التمرين اولا للتعرف على مدى جاهزيه مختلف المقاييس، التنسيق بين مختلف المقاييس، ونشوفوا الامكانيات تاعهم سواء الامكانيات البشريه او الماديه في عين المكان، وكذا تنصيب مختلف المراكز سواء المركز الثابت سواء المركز العملي.